السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان. أبغى أفاجئك وأقول لك صحيح أنا كمان أدري أني ارتكبت خطأ، صحيح أنا أدري أنه راسي يشبه الإبهام. شكرا شكرا على الملاحظة. كيف حالكم؟ أخباركم؟ عسى أموركم كلها بخير. كيف الحجر الصحي معاكم؟ اليوم أنا قاعد أقلب في السناب شات، واحد من الشباب كتب لي ليش ما تورينا الروتين حقك لما تسوي قهوة. أسمح لي أقول لك، أنت اليوم محظوظ، الحين راح أسوي قهوة وأشربها عشانك. ليش؟ لأني أنا أحترم المشاهدين حقي، أنا أحترم. وعلى فكرة اللي قاعد يتفرج لكاسا دي بابل، أتمنى أنك ما تكمل الموسم الرابع، لا تكمله، لا تتفرجوا. أي تغير في الأحداث راح يصير، وأنا بالنسبة لي الشخصية ذيك شخصية مفضلة عندي. لا لا تشوف الاسم. عموما لا تتفرج لكاسا دي بابل، أنا اكتئبت من وراء لكاسا دي بابل. إيه خذ يا لاجرام. أول شيء أشكر شوشو، على علم إن اسمه شاهين، ليش يسمونه شوشو ما أدري. أخويا حبيب قلبي، إنسان غريب أطوار زيي. الإنسان هذا سوالي الإنترو حق الفيديوهات اللي فاتت، أشكره جزيل الشكر، إنسان عزيز علي، وبقول لك يا قلبي إني أنا أحبك. والآن ولأول مرة أقدر أوقف في بداية الحلقة زي الآن وأقول لكم إنترو. كيف الانترو بس؟ شبيبي اشكرك على الانترو هذا، والله حبيب قلبي انت. الان نرجع للنقطة الاساسية، الا وهي كيفية تحضير قهوة بطريقة ما ادري كيف، بس انت اعطيها اسم. المتطلبات عشان تسوي القهوة هذه هي قهوة ستاربكس. مو شرط انها تكون قهوة ستاربكس، وانا ما قاعد اسوي اعلان لستاربكس، قاعد احسسك انه يوتيوبر كبير، صح؟ انا ما قاعد اسوي اعلان لشيء، ترى خريطي كاسة، لانه هذا شيء يعني تشرب القهوة بيدك، تشرب كذا تشرب كذا، لا اكيد كاسة ورق فلتر. اذا ما تعرف ايش هو ورق فلتر خليك معانا وستعرف ماذا هو فلتر اجيب ورق فلتر. والقطعة الاساسية في هذه الاحجية الا وهي هذا، والله ما اعرف ايش اسمها، لكن حتشوف الان ايش 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 تسوي هذه القطعه، خليك معانا. طبعا هذه القطعه عباره عن الطاسه حقتها، القطعه اللي تفلتر القهوه هذه اللي تخليها اخف وافضل. القاعده الاساسيه اللي هي انكسرت ويبغالي اشتري لي واحده جديده، وحنصور فلوج عنها ان شاء الله. وفي الاخير مصاص حديد عشان اذا تحط سكر او حليب للقهوه تخلطهم وتشرب فيهم. مجنون انت، مجنون انت، مين يشرب مصاص بالقهوة؟ وطبعا موية حارة، فقاعد اسخن الموية شويتين دحين، ما عندي شيء اسوي، فلازم اقعد قدام الكاميرا اتكلم واقول حاجات ما لها داعي، او اني اختصر الوضع واجهز الكلام هذا. القطعة هذه مكونة من ثلاثة قطع، يركبوا في بعض زي كذا، يركبوا في بعض كيف؟ زي كذا. طبعا ورق مفلتر تسحبه زي كذا، خلاص خلصنا منه، ما نبغى، خلاص تفتح الورق تحطه كده، شايف؟ ويركب في هذه القطعة الأساسية، هو جاهز زي كده، بس خلاص بس 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 لا تكثر منها، بس بس حطه خلاص على طول على طول، ينحط كده. أنا ما أدري ليش عصبي، بس أهم شيء إنه قهوة ستاربكس اللي طبعاً أنا ما قاعد أسوي لها أي إعلان، ما قاعد أسوي لها أي إعلان بأي شكل من الأشكال. اللينك في الديسكريبشن. مين يشرب قهوة ستاربكس أصلاً؟ الواحد يروح يشتريها، أنا قاعد أكذب سويها بنفسها. طبعاً على حسب الكمية، هذه ملعقة، تاخذ ملعقة تحط، تاخذ ملعقة ثانية وتحط، وطبعا هذه الكمية لشخص واحد فقط. يا اخي انا استحق اني اشتغل في مطبخ، صح؟ عشان الشيف يجي يقرمعني بصلعتي هذه، لا حد يستغرب، الحجر الصحي مؤثر علي. وهذه هي القهوة المفلترة، هذا الفلتر هو اهم شيء، عشان لما تحط الموية اللي ينزل معك شيء واحد وشيء واحد فقط، الا وهو عصارة القهوة. احسسك اني خبير، صح؟ عصارة القهوة فقط تنزل، وبحسسك اني انا كنت مجهز الموية من اول واجيبها من تحت الطاولة زي كذا، واقول لك ها هي الموية الحارة. طبعا لما تسوي القهوة اباك تفكر في كل قرار سيء انت اتخذته في حياتك، عشان ما تعيد الاخطاء الغبية حقتك مرة ثانية. هذه ايش 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 هو؟ ايش هو؟ اوكي. طبعا تحط اول شيء جزء بسيط من الموية فقط، عشان ايش؟ عصارة حقت القهوة اللي اسمه الحاجات اللي في القهوة تتنفس شوية، عرفت كيف؟ فالقهوة تيجي وتجلس على راحتها،
عرفت كيف؟ معايا انت صح؟ ايوه. فالقهوة لما تجلس كده تهدى ويكون فيها الجلوس الوزنية تكون مرة حلوة، فالقهوة راح تجلس مظبوط؟ فتمليها كده وبس خلاص. وهذا هو الشيء الرئيسي المطلوب الأساسي انك تسوي كده. والآن كل اللي تسويه انك تنتظر وبس وتشم. اذا انت انسان مريض وتحب القهوة زيي تشم عادي، احس انه شيء حلو. وإذا أنت بالمرة مستعجل ترفع هذا تسوي كذا، يعني عشان إيش؟ عشان الموية تنزل بسرعة. حلك تصلح. هذه من الأخطاء اللي قاعد أندم عليها الآن لأني قاعد أسوي قهوة. بصب القهوة قدامك، شوف كيف صافية، تحس أنك تشرب شاي مو قهوة. لا 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 لا, لا. أعطيها دقيقة واحدة عشان القهوة تهدأ. وزي ما أنت شايف الكاسة هذه كاسة سحرية، كانت سوداء بس دحين ألوانها تغيرت. ما أدري إذا أنت شايف الألوان. شايف الألوان صح؟ كمان شايف الألوان، قوس قزح ودنيا والسوالف هذه، الألوان كلها تغيرت. ليش؟ لأنها الكاسة السحرية هذه ما تتغير زي كذا إلا لما تشرب عليها قهوة. دائما أشرب القهوة سادة وبدون حليب، وكل مرة أسويها زي كذا أحس إني قاعد أشربها لأول مرة. طعمها أوه طعمها ممتاز لذي الدرجة. فقط الذين يفهمون في هذا الموضوع هم الذين يعشقون القهوة. هذه طلعت بالقوة. إذا أنت من عشاق الشاي بكرة نسوي شاي. إذا أنت من محبين الشاي حط رأيك في الكومنتات. ولكن إذا أنت من محبين القهوة عزيزي أنت سوي لايك وسبسكرايب. وإذا أنت مرة ما تحب شاي فارق، الله يرضى عليك، روح روح اطلع برا الحجرة الصحي، روح برا عساهم يمسكوك إن شاء الله ويسكوك غرامة. روح اطلع برا. أمزح معك لا تطلع لا تطلع، خليك معنا. فيديو خفيف لطيف وباين اني متأثر من القعدة في البيت. لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب وكل الحاجات اللي احنا اليوتيوبرز نغصبكم انكم تسووها. ما ادري ليش سوي لايك وسبسكرايب، ليش؟ مو شرط. لا اليوم ابكون اول انسان يقول لك الكلام هذا. لا تسوي لايك، لا تسوي سبسكرايب، لا تسوي اي شيء، لا تنتظر الفيديو والجاي، بس سيب الفيديو وروح. اشكرك شكرا. الموضوع مو في يدي والله حبايب قلبي، احب امزح معاكم. اشوفكم في الجايات ان شاء الله. سلام عليكم. شاهين ومحمد الشبيبي اشكركم جزيل الشكر على الانترو، والله ما تقصروا، يعطيكم الصحه والعافيه. ها ثاني شيء لا تيجوا بيتي، القهوه خلصت، ما في قهوه.